منهج الحب في الحياة الروحية. من النعم الكتيرة اللي بيديها لنا ربنا كل يوم إننا كل يوم الصبح نبدأ بداية جديدة. علشان كده الكنيسة بتعلمنا في كل صلاة باكر بنقول احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، والبداية هي الخطوة الأولى اللي ممكن تؤدي لنجاح أو فشل. فلو كانت البداية جيدة هتكون النتيجة جيدة، ولو البداية غير طيبة ومليانة بالانحرافات هتؤدي إلى نهاية غير طيبة. مفهوم البداية وخطواتها، هنحط فكرة البداية في ثلاث خطوات رئيسية للإنسان اللي يعيش في مخافة الله، لأنه في أي عمل أنت تبدأ ويبدأ الله معاك فتلاقي النعمة حاضرة وإيد الله تعمل معاك. أول حاجة هي خطوة النعمة أو المعونة، والنعمة موجودة وحاضرة. وهنا بنفتكر الآية اللي بيقولها الرب لملاك كنيسة اللاوديكيين في سفر الرؤيا: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. السيد المسيح واقف وبيدق الباب، وده هو عمل النعمة. ويجي بعد كده عمل الإنسان: إن سمع أحد وفتح، ودي هي البداية. بعد كده أدخل وأتعشى معه، وهنا بنكمل العمل بالنعمة والعمل الإلهي. بعد كده نلاقي خطوة الجهاد: كن صاحب مبادئ. المبادئ هي النقط اللي بيبدأ منها الإنسان تفكيره في العمل والدراسة والخدمة، ولازم علشان يكون ليك حياة صحيحة لازم يكون عندك مبادئ. والمصدر الرئيسي لمبادئنا هو الكتاب المقدس. وهنا نفتكر يهوذا الإسخريوطي، شفناه بدأ بدءاً حسناً، فكان تلميذ للسيد المسيح وحضر مع ربنا معجزات كتيرة، ولكن ما كانش عنده مبادئ، عشان كده نلاقيه يتخلى عن موقعه ويستهين بسيده. تالت حاجة هي خطوة الكمال. إن عشت بالمبادئ هتلاقي حياتك بتتقدم خطوة خطوة، وإذا حافظت على المبادئ دي هيكتمل طريقك وتيجي لنهاية الأمر، فيكون نهاية أمر خير من بدايته، وهي دي خطوة الكمال. ولو اتكلمنا على أنواع البدايات هنلاقي عندنا مثلا البداية الكاملة أو الحسنة الصالحة، وممكن نسميها بداية الأبرار أو عزم الصديقين، وهي البداية بجدية. تاني بداية هي البداية الخاطئة أو بدايات الأغوياء، ففي ناس بعد ما بتبدأ الطريق الروحي بجدية بتوقف أو ترجع لورا. وفي كمان البدايات الناقصة أو المؤقتة أو الهوائية، زي بداية إنسان سطحي في معاملاته وعلاقاته بتأثر بأي شيء طارئ، وهي دي بداية المستهترين. الإنسان بيحتاج لتصويب طريقه باستمرار، فحتى لو انحرف في الطريق يقدر يصوبه بسرعة. لازم هنا نتكلم عن المبادئ اللي بتخلي الطريق مستقيم، وهم ثلاث مبادئ رئيسية تخلي طريقك بدايته سليمة ونهايته ترضى الله، وهي مبدأ الأمانة. فأي طريق تختاره اسلك فيه بأمانة وإخلاص. وبنفتكر هنا قصة يوسف الصديق وأمانته، وهو بيفتقد إخواته وسلامه، وهو بيسرد أحلامه، وهو في بيت فطيفار، وحتى وهو في السجن. هي دي الأمانة في كل وقت وطول العمر. كمان عندنا النظام والتدقيق للي عاوز ينجح، فلازم يكون منظم في كل خطوة. نظامك يعني تسلك في حياتك بخطة منظمة، سواء في الخدمة أو الزواج أو التكريس. وفي كنيستنا الرائعة نلاقي صلوات السواعي في الأجبية تغرس فينا مبدأ النظام في حياتنا الروحية. تالت مبدأ معانا هو الهمة أو الحماس. الهمة تخلي الإنسان دايماً شبعان وراضي وعنده نوع من التشجيع وشايف هدفه قدامه. فالإنسان اللي دايماً شايف هدفه بيجتهد ويتحمس حتى لو أصيب بالفتور في وقت من الأوقات. أصعب شيء على النفس البشرية إنك تبدأ عمل وما تكملوش، لأن ده في خسارة من كل جانب. علشان كده من الضروري إن تكون للبداية مبادئ تحترم. لو عاش الإنسان المبادئ دي وابتدأ يصحح نفسه على الدوام هيعرف إن حياته حياة مثمرة، والله أعطاه العمر ده علشان يفرح بيه، ليعطينا المسيح إلهنا أن تكون حياتنا في هذه البداية الحسنة. ونسأله أن يرافقنا في الطريق ويكمل عملنا ونقائصنا لكيما نصل إلى هدفنا من نجاح إلى نجاح.